الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته له. أعلم الأمة، أعلم الناس عموما بربه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يأتي الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لعلمهم بربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم الناس، فهو أشدهم خشية لله سبحانه وتعالى وأتقاهم، لأن علمه أكثر من غيره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عن أمته ولا يشدد عليه، فكان يداعب نساءه ويداعب الأولاد ويداعب الناس ويمزح ولا يقول إلا حقا، فسمع بعض الناس بأن أخلاقه كذا وكذا فكأنهم تنزهوا، قالوا: ما لنا، يعني أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتكلموا في ذلك وأرادوا أن يشددوا على أنفسهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صعيد المنبر وقال: ما بال أقوام يتنزهون، أعملوا عملا أصنعه صنعا ثم يتنزهون عنه، فوالله إني لأشدهم لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فلا خشية ولا علم فوقي، فلا أحد يزيد على عبادتي وعلى هدي إلا وهو منكوس، يعني ما يصلح له ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عما يعمله في بيته، فذكروا لهم أنه يكون كذا وكذا وكذا، فقالوا: أين نحن؟ أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وأما الآخر فقال: أنا يعني لا أتزوج نساء، إلى آخر ما قالوا. فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني فهكذا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يترهبوا. الرهبانية هذه ليست في هذه الأمة، وإنما الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترخص فيه وفيما شدد فيه، فلا هدي يعني خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.